زين احنا شو اللي اخترنا؟ احنا اخترنا ده هذا وهذا وهذا هذا وهذا ده 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 طوفة ايه؟ والغرفة الأخيرة حلو غرفة ده. النوم كاملة مع الطوفة واحدة دي والطوفة واحدة دي حلو وهذا حق الصالة ده حق الصالة وهذا حق ال دي الغرفة المطبخ كنا في عندنا مطبخ احنا عندنا المطبخ لا هذا المطبخ انت اخترت الغامق المطبخ اي هذا المطبخ ليه ما حطيت يم الاسود تمام في شغله خلينا نشوف هي اي وحده بالضبط حبيبي بس هو بالنسبه حق هلو جايز صباح الخير طبعا انصدمته وانا ما في افتتاحيه كانت على طول صبغ لان تخيله وقمت من النوم شي صبغ داق علي كان اروح ليه السكن الجديد اساس بس اقعد انقي معاه ويشوف ونتفق على السعر شرب كوب القهوه ونشوف شنو راح نسوي وعلى فكره بهذا الفيديو راح اوريكم المكان قبل راح تلطمون المكان تعبان وايد let's see وتقريبا يعني 250 يعني كم يعني 500 600 يعني 500 شوف ابو مصطفى اكون صريح معك انا مقدوبي 250 تدير السيارة مع هالسيارة ليش بدلت السيارة؟ نبي ننقل وين بتروح؟ ها؟ وين بتروح؟ ابغى وصفات الغانم شوف حركات اخوي انا البس حزام اخوي لا حاط هذه الشذيه زين يعني الحين هذا هلو محسن هاي شو رايح تسوي؟ راح استلم الطاوله الجديده الحين محسن ابي اروح صفات الغانم اروح نستلم الطاوله ايه زين ما تبي قهوه؟ لا ثانك يو ماي؟ ثانك يو بس ابي ماي اذا لقيت قدامك اذا ما لقيت ناخذها من اي بقاله او اي كوفي شوب لا لا تحاتي ادق عليك تهني اوكي؟ تم طبعا ناطر بالسيارة يا جماعة ليش؟ اساس انه انتظر وين يقولوا لي اخذ الطاولة استلمها لان مو معقولة بيطلعونها من الباب الرئيسي مال الفرع نفسه نو واي فبنتظر وبشوف من وين طاولة شفتوها انتو يمكن بالفيديو امس اللي خذيناها يعطيك العافية محسن شلون؟ ترى راح انزل الفيديو ما راح خلو حجم هالطاولة يعني احساس شلون ما تكفي؟ لا تكفي تكفي everyone انا قلت لكم بفيديو امس راح اوريكم المكان قبل راح تنصدمون السلام عليكم بخمسة يعني انا يمي اوكي سكر الباب طبعا طاولة صعدناها توا فوق شوفوا المكان قبل قلت لكم وايد تعبان المكان شوفوا هذا كله قبل شوفوا الحجم حلو لكن يبي له شغل الدين والدنيا هذا هو شو المساحة هذا كله راح ان شاء الله البلكونة اللي عندنا طبعا المطبخ كم يعني مساحته جدا كبيرة بس شوفوا يبي له شغل ترقبوا شلون راح يصير ناويني على المكان راح اخليه شيء انتوا راح تقررون بعد ما اخلص الحمام عزكم الله الحمام طبعا شوفوا التمديدات كلها شلون شفتوا
هذه الغرفة الثانية. شفت المكان، ترقبوا إن شاء الله شنو راح يصير. حالياً شنو راح نسوي محسن؟ راح نفتح القضاء. لا، راح ناخذ أكياس. لا يشك العيد، ناخذ قياسات ونروح مقرر. راح اعطيكم جوله سريعه على المكان. هنا دخلت مقرى. سوف نرحب باول شخصيه، محمد دياغو. دياغو حلو. دياغو يعني جوجل. راح نروح عند هذاك المحل، تذكره اللي رحنا له قبل. نروح له مره ثانيه. ليتس جو. زين، سؤال، شنو راح ناخذ الحين؟ نسيت. بلاطات. زين. بنشيك على كم شغله بعد زياده. اوكي. وين اخي نبي. شوف الهومليس دوك. اخي نثيه هذه. قاعد تبول. حرام. تدري ما خكر ما مو شو يقولونها؟ خوافين. اي خوافين، انه مو شرسين. طبعا انا شخصيا احب وايد امقرة، يعني افضل امقرة على ابيات، ولا على مو على اساس ان الشكل او ان على اساس اخي الزاي. واحد ثاني محسن، بس انا احب امقرة لان الاكشن. يلا يا جماعه الحين شوفوا شو بنسوي. شوف شوف محسن اصورهم. حرام، شوف كم واحد. ليش ما اسوي مشروع تتبنى الكلاب؟ والله وين احطهم محسن؟ شوف تدري لو انا عندي فلوس كان اسوي، تعرف هوملس حق الكلاب، يعني بيت حق الكلاب فقط. ترى بابا يتبنون تدري؟ يعني حق البلاطات والسيراميكات. طبعا ادري الناس لازم الحين بلاطات. نعم. اوه هذا في منه؟ في منه هذا؟ أشوفه؟ تكفى تقول لا. أشوفه أشوفه. حلو. حق الشاور بوكس. حق الشاور بوكس. طبعاً خذينا المتر من هذا حق المطبخ بدينار مع الأرضية، وخذينا 10 متر حق الشاور بوكس، وإذا زاد عادي بدينار هم المتر. حلو الخشبي. وخذينا قطعة سوداء، والله ضبطنا، اسمه بلال بأمغرة. رقم كم محل هذا؟ 562 عند بلال. على طول تعالوا له. اوكي كاهو، هذا بلال. اوكي ضبطكم ان شاء الله بالاسعار. طبعا الدنيا ظلمت، ادري ما قاعد اصور لكم كل شيء اساس بعدين تشوفون. عموما اعطيكم ابديت بس على اللي سويناه. خذينا البلاطات، كلفتنا بلاطات الحمام السيراميك وغيره، ادري وايد بلاطات. المهم كلفتنا تقريبا 55 دينار فقط حق المطبخ وحق الحمام، وسعر حلو جبار. مو يكون عندهم ستوك، فاحنا ناخذ من الستوك ونحطه. انا دائما اقول المكان اذا كان اجار ما اقط عليه، اذا كان ملك غير طبعا. الشغله الثانيه الحمام، وانتم بكرامه خذينا بانيو، خذينا شاور بوكس، خذينا مرحاض، خذينا مغسله، خذينا المعلقات والاكسسوارات كلها. اللي ناقص تناتيف بالحمام عزكم الله، اللي هو قطع الزل وهالسوالف، كل الاغراض مال الحمام خذيناهم من هني ب 165 دينار فقط. كودي صح؟ فالحين بس جايين اساسا ندفع حق البلاطات ويحملوا لنا اياهم، وبعدين نروح بس بنشوف لنا باب، يعني لاني بغير الباب مثل ما شفتوا بالفيديو. يعني محسنة والله يعطيه العافية، تعب صدق تعب. هذول الهوملس دوغز اللي بالكويت كسر خاطري. يبين نفيا وذكر كسروا خاطري حرام. آخ لو بالإيد، بس لو بالإيد. هلو جايز، شوف الاخبار. تعبنا، طلع السيارة شوي مضطر. ليش؟ شنو صعدنا؟ تخيلوا صعدناه للدور الاول، ثقيل
ثقيل بس في مشكلة. إيه خذينا باب جديد صج بدال هذا التعبان. وايد تعبان هالباب. والله حلو. خذيته من أمغرة ب13 دينار. في ناس بس بقولكم إن شاء الله قبل أسكر الفيديو. في ناس تقول إيش دعوة يدور الرخص يدور الديسكاونت. مع اللعبة التجارية الصحيحة للمشتري إنه يعرف ياخذ الديلز الصح. من وين يشوف الديل الصح يروح ياخذها. زين رحت أنا شريت باب ب120 ولا 30، بتصفقولي؟ ما بتصفقولي. بالأخير أخذ لي شيء يريحني، عرفتوا؟ يريح بالي، يريح عيني، يريح جيبي. هذا الفكر الصح. إنما نظام الفشخرة ما فشخرة مو شغلي أنا. هذا تعقيبا بس حق اللي يقولون، واللي يقولون كلمة طيبة يعطيكم العافية، الله يعافيكم. سو نقدر نقول ان تقريبا هذا فلوج اليوم. بنهي الفيديو، شوفونا ان شاء الله بالجزء اللي وراه، لان راح انزل اجزاء على قناتي باليوتيوب من فلوج التأثيث كامل. بس اخر شغله الحين ان شاء الله جايتنا شاحنه جايبه معاها كل اغراض عزكم الله، الحمام والمطبخ، السيراميكات، المرحاض، الشاور بوكس، واو واو واو. نشوفكم ان شاء الله في فيديو الثاني، لان هذا الجزء الاول. انا ما ادري كم جزء بنوصل، فشوفوا ان شاء الله الفيديو الثاني تكمله شنو راح نوصل على هالمكان هذا. اوكي محسن احتاجك دقيقه. ودعيه هالفيديو شنو؟ ودعيه هالفيديو بابا يا جماعة. الفيديو الثاني شوفوا لما ينزل، اللي مو مسوي سبسكرايب يسوي سبسكرايب أساس يطلع له بالنوتيفيكيشن متى احنا نزلنا الفيديو الثاني. سي يو باي. ما اقدر انهي الفيديو، صاير عندنا حدث صح محسن؟ بالضبط. وصلت شاحنة الاغراض، شوفوا ايش كثر الاغراض داخل. سو الحين نقدر نقول نهاية الفيديو. تابعونا الفيديو الفيديو القادم، وسوي سبسكرايب عشان تشوفون اول ما ينزل الجزء على قناتي في اليوتيوب. سي يا جماعه، باي. هلو جايز، جود مورنينج، صباحكم خير، حياكم الله بالجزء الثاني من التأثيث. طبعا مثل ما قلت لكم راح احاول اني انا اصور كل ما يكمل جزء. قررت انه يكون نص ساعه النزله على اليوتيوب عشان تشوفون شنو التشطيبات وشنو الابديتس اللي صارت معنا اليوم. شنو فيه ما ادري، خلينا نشوف شنو راح يصير بهالفيديو هذا. سيو. مو على الوي الوي وارم ترى، يعني توني قاعد من النوم. سيو. في بروجرس مع مصطفى. بعدين اقول لكم ليش انا ابي السقف اسود، راح تعرفون بعدين ليش. ترى تعرفون ليش في سبب هذا الشيء. تخيلك محمد رمادي مع اسود مع ابيض يطيف له. يعطيك العافيه. ترى تفاجأ مصطفى اني صورت لف ما كان يدري. اقول تفاجأت انت ان انا قاعد اصور. طبعا هالطوفه راح اسويها بمصطفى سودة. بعدين كل شيء راح تعرفون ليش. في ناس بيقول ليش اسود ليش نطر، بعدين راح تعرفون كل شيء ان شاء الله. طبعا كلكم راح بالكومنتات تحت تكتبون بالارقام وشي، راح احط لكم كل الارقام اول باول. فمو اول مره اتعامل مع مصطفى، اول كان يسوي لي بعد المكان السابق اللي شايفيني بسناب وغيره، هو نفسه ابو مصطفى. هلو. رايحين حاليا لوازم العائله اساس نبي ناخذ لمبات اي شيء اساس ينور المكان، لان المكان ما فيه كهرباء مؤقت. مؤقت. استلم بروجرس، راح ناخذكم معانا بعد شوي. راح تشوفوا راح نسوي شنو. راح نسوي شنو نسيت. الستاير. اي. انا شفت بوكر كينج. الستاير والسرير وبينا الصحي. يلا. اي. دقيقة. يلا.
فراح نشوف شنو راح يصير معنا وراح اصور لكم طبعا اول باول. وطبعا الصباغ شنو سوى محسن تقول انت؟ صبغ. اي صبغ، بس شنو صبغ؟ اللون بصاله وكل صبغ الاساس. اي ويبنى وحدات، لان المكان اللي انا باخذه الحين ما في ما تعرض هالاجابه. الصباغ شنو سوى؟ كيف صبغ؟ لا سوى اساس بس ما فنش شغله. في ناس ما تدري شنو بالصبغ. وبعدين الوحدات يو قالوا راح نيكم السبت لأن لازم تبديد، لأن المكان اللي أنا ما أخذه ما في سنترال، فراح نركب وحدات يا خليكم معنا stay tuned. خلصنا من شنو توا؟ فصلنا ستاير، هذول سامبلز إحنا ما أخذينه عشان شيء. قاعد يبين لهم عد ولا يبين لهم؟ زين فصلنا ستاير وسرير، وحين رايحين مكان ثاني عشان بنشوف حق المطبخ. ف ما صورناكم داخل واحنا نتفق ونكاسر. كم خذينا السرير؟ لان انا كنت لا السرير خذيناه بكم؟ ب100؟ ب100 بس عجيب. توصيل وتركيب وشيء وايد فخم. شيء فخم صدق. مخمل اسود والستاير كلهم ملات البيت بكم؟ ستاير البيت كلهم ب200. ستاير البيت كلهم ب200 والطول 3 متر. الطول 3 متر، حطوا براسكم. والعرض 3 متر، يعني الستاير غلي غلي راح يطلعون. إذا راح أخذهم جاهزين وما ألقى أصلاً 3 متر كامل بمكان. حلو. فحبيت السعر. بعدين إن شاء الله حط لكم لعبة. أي مثل ما قلت لكم ساعة إن شاء الله أنا إذا صارت السالفة وإن شاء الله كل شيء خلاص عندهم كان بروحي إذا تزوجت إن شاء الله. إيه. راح تجي معاي بما إن أنا قاعد معك. اي ماك عشان اساعدك ولا عشان الديلز اللي قاعد اطلعهم؟ اي ديزاين كله قاعد احاهم والله. انا علي الديزاين الموضوع اللي قاعد اسوي خايس مو حلو ان انت تتفق على كل شيء واخش يقول مع السلام وانا اتفق بالسعر. هذا وايد مشكل. تدري ليش محسن؟ ليش؟ لان انت وجهك شوي منشب المكاسر. طبيعي. تعالوا معنا. بس جايين مره واحده قبل لا نروح حق سالفه المطبخ العربيه للاضاءه كهرباء شفتوها بالفلوج العربيه. الحين جايين مره ثانيه لان في شيء نبي ناخذه من عندهم ما كان بالفرع هذاك، راح اوريكم اياه. عجيب. وشوفوا لما بالتركيب شلون راح يكون. ايش رايك فيه محسنو؟ نعم عجيب صدق فعلا. نعم عندهم هني العربيه الاكستنشن الاسود على دينارين و900، ويقول لي وايد قويين عليهم بيع. خذيت 2 من هذا ب 59. خذينا خل اوريكم وين بعد. خذينا هذا بعد راح تشوفون. هذا سعره حتى وايد حلو سعره. وخذيت انا وحده من الاغراض حبيتها زغنونة راح احطها بالزاويه. وينها 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 ساعة ما ادري وين ضيعت مكانها، بس راح تشوفونها ان شاء الله لما نأتف. حلو افريوان، اديك الساعة حلو بس ما عليه. ابديت اليوم شنو سوينا؟ صباغ صبغ اساسه. الوحدات راح تركب ان شاء الله يوم السبت. وعندنا بينا النجار يوم السبت ان شاء الله. سمكري والصحي يا مع المطبخ راح يكسرون. رحت شريت من ما شفتوهم انتوا. اي شفتوهم هالفلوج ما ادري يمكن يعتبر 3 ايام لان شوي الاحداث راح تصير بطيئه اساس ننطر على ما الوحدات تركب. ويوم السبت راح يكون شغل شغل وايد شغل. اليوم يوم خميس يا فنشوفكم باليوم اللي بعده نكمل الفيديو. هلو جايز صباح الخير. خل نروح نشوف شنو البروجرس حق اليوم. اليوم اي يوم يعتبر؟ 1 2 3 يوم خامس يوم او رابع يوم اي دون نو، انتوا اللي عارفين بالفلوج. خل نشوف شنو الابديتس. مثل ما شفتوا كاشي المطبخ على قولتي انا بلاطات كله تكسر.
الحين الطوفة الثانية ما أدري، يمكن أخليها مثل ما هي، أخليها نظام كذي العتق بس ينصبغ فوقها، أو يمكن أسوي مساح، بسوي بروفة مع الصباغ عشان أطالع، لأن ما راح أركب المطبخ كله بلاطات كله سيراميكات، فخلنا نشوف شنو راح يصير. وبعدين بالليل هم راح يخلصون الحمام يكون مكسر، أوريكم إياه. أوكي. طبعاً جينا هوم سنتر مسوين ديسكاونت، جاي مع أخوي هالمرة، بشوف إذا لقيت شيء باخذه أوريكم إياه. سي يو. عجبني هالشمعدان هذا الكبير، كامل 6 كيدي. Yeah, before 13. Yeah. It's 50% off. وين عليه تاج كان توه؟ عمر أيولي كان عليه تاج كهو. كان بثمانية ونص صار بأربعة وربع. هذا كان 16 صار بكم؟ 6 ونص. راح آخذ هذا واحد. حلو. رديت الشمعدان الذهبي لأن أساساً تذكرت إن أنا ما راح أحط ذهبيات بالمكان. وهم ما بياخذ اكسسوارات اساسا يتكود، خلي يخلص المكان اول شيء، لان الحين بشوف اساسه الصح. الحين راح نستلم طاوله طعام، بتصدمون بس اخذت طاوله طعام، اي لان لقيت جود ديل، والطاوله اللي عندي ما ادري شنو راح اسوي فيها، استعجلت فيها هذه، بس كانت لقطه حزتها، بس ما ادري يمكن احد ياخذها يبيع، ابيعها على احد او سمثينج. او ماي جاد. طبعا اخوي سياكته لازم بالوانيت فيصير لنا شيء. عموما اخذت شغلتين بس من سنتر بوينت هوم سنتر، راح تشوفونهم بعدين. تنزيلاتهم لاخر الشهر، حبيت عندهم اغراض حلوه. وساعاتهم، ساعاتهم حلوه الساعات. والحين راح نستلم الطاوله وفي كم شغله. وهم جايين النجار اساس ياخذ تفصال الكبت وتفصال ديكور الصاله. هلو جايز، صباح الخير. ادري تشكبون على طول فيديو جديد او يوم جديد، ما نهيت امس من التعب. عموما تقريبا وايد خلصنا اشغال، الحين الكهرباء جاي يبي يسوي تمديدات وتوصيلات، وهم عندنا وحدات اليوم. اليوم عندنا بس شغل الكهرباء والتكييف، خليكم معنا. الحين رايح بس العربية اخذ سويتشات وما سويتشات وهالسوالف. ايوه امس ترى يا النجار ما صورت لكم، خذ القياسات واللويا وكذي وكم تسكيرة فتحة، بما اوريكم البروجرس. طبعا ما قاعد اصور لكم من الاشياء اللي قاعدة تصير، بس ان شاء الله اليوم بهالفيديو هذا الحين اللي قاعد يكمل راح تشوفون بعض الاشياء اللي تشطبت جديدة. الكهرباء يشغال، راح الحين حق الوحدات مثل ما قلت لكم، المكان ما في سنترال بس ما شاء الله راهي كبير مثل ما شفتوا بالفيديوهات. فاليوم قاعدين يركبون البايبات، ركبوا البايبات الجديدة، تمديدات جديدة، والكهربائي بيخلص شغل الارضي. التمديدات الباقي راح تصير كلها سقف بعدين، هذا لما الاثاث ينحط اساس يقدر يحط لنا الثريات كل مكان صح يكون. شنو بعد عندنا؟ شوفوا بالفيديو نكمل. هلو ايفريوان، النومه طبعا اعتفست، احنا مكملين على الفيديو تخيلوا، لان تدرون هالفتره هذه شنو فيها؟ مجرد تكسير، ترميمات، تصليحات، لحين ما في شيء من الاشياء اللي اقدر اوريكم اياها، يعني ما راح اوريكم يعني بايب، حطوا بايب ولا حطوا سيراميكا لين يخلص، بس الحين خل نشوف شيء سريع معاكم، اوكي؟ يلا، لان اولموست ترى بنخلص عزكم الله الحمام والمطبخ والتمديد الكهربائي كله. يلا. اوكي، الحين حطوا اساس اللون، انا طبعا صبغت السقف اسود، ليش يا جماعه؟ اساس ما ابي الديكور القديم يبين. تمديد الكهرباء كله قاعدين يضبطونه، سكروا فتحات التكييف القديمه اساس يمعجنوا باكر عليهم. حتى هني راح يخلص التمديد كله وتسكير الفتحات. هنشوف الحمام شنو سووا فيه. حلو حلو، في بروجرس. شالوا الحمام، يس، حطيت بالي بعد هالمره. حلو حلو حلو، تمام. مثل ما شفتوا باقي كم شغله، باكر يبين، باكر راح تشوفون السيراميك يركب النار. طبعا تعليني اللي اول مره يشوفوني باليوتيوب، دائما على سناب شات وانستغرام راح تشوفونها هذه الدعله حيله، هذه مينا تعليني. طبعا جايين عند البقاله انا وفواوي، جايين ناخذ خلطه من البقاله
علمني عليها أخوي، عبارة عن بيتزا الفيصل فوقها كاتشب مايونيز وبطاط، نوع البطاط كتكو اللي تختارونه يكسرونه، خليت خلوا ملح ومعاها شوية شطة من غير معبوش، يلفون لكم إياها إيه ونقانق واحدة يلفونها بالمايكروف قمت أسعبل، لذيذة لذيذة لذيذة. أول ما تصوركم إياها هي مالت المدارس الطلاب يطلبونها، بس اي لفتت حبيت هالاختراع هذا. ابي اخليها طالع الكاميرا لحظة. مين ها؟ تعالي هني تعالي هني مينة تعالي هني مينة هني 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 ايش فيها؟ تعالي هني اي نكمل مشاويرنا، بسوريكم الخلطة بعدين تشوفون. وصلت عندي وعند محسن. ها محسن وايد عجبتني صدق والله، انا وايد عجبتني لذيذة يا جماعة، تختارون نوع البطاطا اللي تبونه. بس خلاص هيك كمان بناكل. خلاص ناكل. توم يا الشويخ اساس ناخذ لنا من برا ملمبض. الحين اخذها، والله لقينا واحدة حلوة الحين اعرف منها. وهم راح ناخذ وينه؟ هذا. هذا راح اخذه. حبيت المفوض راح اخذ هذا. ومن ناحية الإضاءة احتمال إن ناخذ هذه. حلوة ما أعرفها. وفيها سويتش على الجمعات. خلصنا توه من صفات الغانم، خذينا منظرة وكم شغلة وريتكم إياهم. الحين بس بنشيك أنا ومحسنو على شنو؟ على على ابيات. اي مسوين لا بس ليش احنا ابيات احنا؟ بنشوف كم شغله عندهم. مسوين ديسكاونت حلو بعد. فوير تشيكينج ليتس جو. طلعنا من ابيات بس خذيت لي سويتش دمر من ركن كما هي الاوتلت مالهم. والله حبيت سعره، ينباع ب 25 خذيته ب 4 دنانير 730 فلس. طبعا 730 فلس اهم الاربع عندهم. عموما خذيت فكره ان شاء الله يوم الجمعة القادم راح تخلص التنزيلات ملوتهم في ابيات، راح نروح اول شيء ايكيا اساسا ناطر الديسكاونت مالهم. ديسكاونت نهاية السنة راح يكون جبار. بعدها هني نكمل على اغراضنا بايكيا. الحين خل اوديكم معانا في اخر ستوب حق اليوم تشوفون شنو هم زيادة بنسوي. ايش سوينا توا محسن؟ حقوق مال نخل قنفات. خذينا الالوان؟ ايه حلوين وايد. ترقبوهم.